أطلقت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية الدورة الخامسة من برنامج تقييم، والتي شملت زيارات ميدانية إلى 64 مركز خدمة يتبع 19 جهة حكومية مشاركة في عملية التقييم. نعم، بذلك أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم بجهود أعضاء اللجنة الرامية لتعزيز كفاءة وفعالية مراكز الخدمة الحكومية بمملكة البحرين، منوّم بالتزام الجهة الحكومية بتوفير الأنظمة والخدمات النوعية ذات الكفاءة العالية والتي أسهمت في تمكين المواطنين ومختلف العملاء من شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات بيسر وسهولة وبجودة عالية، بما يحقق الرؤى والتطلعات المنشودة. لمواصلة السعي نحو تلبية احتياجات العملاء بنموذجية وبشكل مميز، أتت لجنة تقييم المراكز الحكومية بنسختها الخامسة بالشراكة مع الجهات الحكومية لمواكبة آخر المستجدات في مجال تطوير القنوات الحكومية المباشرة، حيث قامت هذه اللجنة بزيارات ميدانية إلى 64 مركز خدمة يتبع 19 جهة حكومية مشاركة في عملية التقييم الهادفة لرفع مستويات رضا العملاء حول الخدمات المقدمة للارتقاء بأعمال مراكز الخدمة الحكومية. تسعى لجنة تقييم المراكز الحكومية من خلال هذه الزيارات إلى التأكد من أن جميع المراكز تستوفي جميع المعايير الموجودة في تقييم خدمات العملاء في المراكز الحكومية. طبعا عندنا كوادرنا الوطنية الموجودة في الصف الأول يتم تدريبهم على هذه المعايير، وطبعا هذه المعايير احنا نقوم بتجديدها وتطويرها دوريا والتأكد انهم خذوا كامل التدريب اللي محتاجينه لتقديم أفضل الخدمات على أفضل وجه ممكن. وطبعا أيضا عندنا في هذه الزيارة نسعى أن احنا نواكب عجلة التنمية والمسيرة التنموية لحضرة صاحب الجلالة والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. هناك تطور في تقديم الخدمة، هناك تحول رقمي ما شاء الله، يعني النسب سنة بعد سنة قاعدة تختلف، يعني في مراكز كانت بادية ب 75% من نسبة تقديمها للخدمات الإلكترونية، الآن لما في هذه السنة وإحنا نقيمهم أصبحت خدماتها 100%، وهذا يعني يعتبر إنجاز وتطور في الخدمات. الهدف من هاي التقييم هو عملية نفس ما نقول مراقبة أو تأكد من مراكز الخدمة أنها قاعد متوفر فيها جميع المتطلبات أو المعايير اللي قررتها اللجنة التنسيقية، بحيث أن يكون عندنا مراكز خدمة فيها الخدمات اللي توفرها إلى المواطنين والمقيمين، بحيث التجربة حق العملاء تكون جدا مميزة. الغرض من الزيارة الميدانية هو التأكد من الهيئات والوزارات الحكومية إن هي تقدم أفضل تجربة إلى العملاء من المواطنين والمقيمين، فلما اللجنة تقيم المكان فتعطي رأيها وتبدي رأيها حسب معايير اللي موجودة أسستها اللجنة الأساسية. وفي هذا الإطار تحرص الدوائر الحكومية على توفير الأنظمة والخدمات النوعية ذات الكفاءة العالية للمواطنين ومختلف العملاء من شرائح المجتمع للحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة. هذا البرنامج اللي كان له انعكاسات إيجابية كبيرة حقيقة على الخدمات المقدمة من حيث السرعة والجودة والكفاءة، واللي لمسها الجميع من خلال الأرقام أو على أرض الواقع. طبعا هذه بشكل عام، وبشكل خاص بريد البحرين كذلك لمسنا التطور على أرض الواقع من خلال ارتفاع نسبة رضا العملاء، خصوصا وأن بريد البحرين يمر بفترة انتقالية وفترة تطوير في ظل دعم الحكومة الموقرة في ظل التحول الشامل للتجارة الإلكترونية والقطاع اللوجستي
واللي راح يلمس إن شاء الله الجميع في المستقبل القريب. يولي مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اهتماما ضمن نطاق السعي في استدامة التطوير للخدمات الحكومية التي حرصت عليها المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأهمية استمرار تبني المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفقا لمعايير الجودة والتي تسهم في تحسين فاعلية تجربة العميل. نعمل على تقديم كافة الخدمات البلدية التي تلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بأعلى درجات الكفاءة والمهارة والسرعة، مع ضمان استدامتها وفق أعلى درجات الجودة وبما يتناسب مع ركب التطور والتقدم. وأننا نؤكد أهمية الجائزة في تحفيز العمل الحكومي وخلق الفرص والارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وخصوصا العاملة بشكل مباشر مع الجمهور. طبعا بتوجيهات من الحكومة الموقرة يسعى المركز باستمرار وبمتابعة أيضا حثيثة من سعادة وزير المواصلات والاتصالات، يسعى المركز باستمرار لتقديم خدمة متميزة للمراجعين، ويسعى دائما إلى تطوير توفير هذه الخدمات لملاك السفن سعيا لراحتهم وسعيا لنيل رضا ملاك هذا النوع من الوحدات البحرية. برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية هو الإطار العام لهذه الخطط، حيث ساهم البرنامج في تعزيز روح الابتكار والفاعلية في مراكز الخدمة الحكومية. فعلى سبيل المثال للحصر تم استحداث اللي هو المنصات الذاتية في مراكز الاستقبال لتسهل على المراجع آلية أو طريقة تقديم الخدمة. تم اللي هو استحداث اللي هو المنصات اللي هو أو اللي هو الكونترات اللي هو الخدمة السريعة. في ذي المركز بالتحديد تختلف شوي طبيعة العمل عن باقي المراكز بحكم أن هاي مركز مختص بالمخلصين، مخلصين المعاملات، عشان كذي تشوف في أقسام ثانية من وزارات حكومية ثانية مساندة عشان تحاول تغطي أكبر عدد وترضي أكثر العملاء اللي عندك. يعني عندنا إحنا خدمات التجارية تابع لهيئة تنظيم سوق العمل، خدم المنازل ومن في حكمها، تحصيل المعلومات البيومترية، عندنا إدارة التفتيش العمالي، وعندنا التأمينات الاجتماعية، وعندنا بطاقة الهوية. تنفيذا لرؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبتوجيه من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، حيث عملت لجنة تقييم مراكز الخدمة على زيارات تفقدية ميدانية إلى مراكز الخدمة لمتابعة تطور واستيفاء المراكز حسب المعايير المطلوبة، وقد ساهم ذلك بعمل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتطوير خدماتها والتحول الرقمي في جميع خدماتها وتدريب وتأهيل الموظفين لضمان تقديم خدمة متميزة. وتم أيضا تشكيل مركز خدمة عملاء عن بعد للتسهل وتنوع تقديم الخدمات للعملاء. قامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتحويل جميع الخدمات التقليدية في نظام سجلات إلى خدمات إلكترونية، وعلى ضوء ذلك قامت إدارة المعلومات الجنائية بإغلاق فرعها في مركز المستثمرين وتحويل جميع الطلبات بشكل إلكتروني، حيث كان في السابق يقوم المستثمر بمراجعة طلبات السجل التجاري عبر الحضور الشخصي، أما الآن يمكن المستثمر مراجعة طلبه عن طريق موقع سجلات .bh من غير الرجوع إلى المركز. تنفيذا لرؤية جلالة الملك المعظم إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، مما يعزز هذا التوجيه من خلاله تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوجيها من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا، وأيضا تأهيل وتدريب وتطوير العاملين في مراكز الخدمة لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للوصول لرضا المستفيدين من هذه الخدمات. هذه الجهود الحثيثة وما يسعى إليه برنامج تقييم من ارتقاء بمراكز الخدمة يصب في اتجاه واحد، وهو تحقيق تطلعات الحكومة الموقرة بهدف الاستمرار في تطوير وتحسين مراكز الخدمة الحكومية، ما أدى لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير جودة وآلية تقديم الخدمات في المراكز الحكومية كافة.